يكون هناك شروط مسبقة للمشاركة في الحوار التي وما توصلنا إليه مع الأخوة الحوثيين، وهذا الشرط هو منطبق على الجميع. الناطقة باسم اللجنة قالت إنها ستعقد اجتماعا في القاهرة يضم قادة جنوبيين سابقين بينهم علي ناصر محمد وحيدر العطاس، بينما وردت أنباء عن توجيه دعوة إلى علي سالم البيض وقادة آخرين. لكن الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان قال إن تهيئة الحوار الوطني تقتضي توحيد الجيش أولا. المهم أن يصور هذا المشروع سلميا، يترك العنف والسلاح والقوة والتهديد ويأتي إلى أمانة الحوار والذي مشروع سياسي. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المحطة التاريخية اليوم أمام اليمنيين يجب أن لا يفوتوها إذا أرادوا أن يخرجوا بهذا البلد إلى برنامج. الجدل الذي تشهده الساحة اليمنية جاء بعد إزالة أجزاء كبيرة من ساحة التغيير في صنعاء تهيئة للشروع في الحوار الوطني. الثوار الذين شاركوا في جمعة باقون في ساحاتنا حتى تحقيق أهدافنا أكدوا على أن الساحات لا تزال على حالها، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإقالة بقية أقارب الرئيس المخلوع من أجهزة الأمن والجيش. يرفعوا الساحات وهم لم يحققوا أي هدف من أهداف الثورة. هذا معناته أن ضيع الثورة حقنا وضيع القرحة، وإحنا من نظلم من القرحة والذي يدينا أرواحنا فداء للوطن. ويبدو أن إزالة الساحات ستثير خلافاً بين بعض الأطراف السياسية والثوار المستقلين الذين يرون أنه بداية للتفريط في أهداف الثورة. بدء الحوار لا يعني نهاية مشاكل اليمن في ظل حديث الكثيرين عن عدم تحقق أهداف الثورة كاملة حتى اللحظة، الأمر الذي زاد مخاوف الثوار بعد إزالة أجزاء من الساحة. أحمد الشلتي، الجزيرة، صنعاء.